ثم نحتاج إلى الأخلاق تجعلنا نصمد أمام النكبات، وتجعلنا نتحصن أمام سعار الشهوات والملذات والمغريات. الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا في الدنيا والآخرة، أي خسروا الأمرين. الأخلاق أيها السادة، الأخلاق نعيدها إلى حياتنا، نعيد الفضائل، نعيد القيم، نعيد الرحمة بيننا والمغفرة، نعيد التسامح، نعيد كظم الغيظ، نعيد صلة الرحم والإحسان إلى الجار، نعيد أخلاقنا المفقودة الضائعة التي نحن بحاجة إليها، نعيد أخلاق الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأخلاق أين هي؟ الأخلاق هي التي تجعلنا كالجسد الواحد، هي التي تجمع صفنا وتلم شملنا وتوحد شعثنا، هي التي تجعل منا أمة عصية على السقوط، لأن الأخلاق هي التي تولد المواساة وتولد التكافل وتولد التعاون والتواصل والتناصح والتغافر والتراحم، وتمتن المجتمع بصلات ما بعدها صلات. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يقف فيها على المنبر ماذا قال؟ أول مرة، أول وقفة على المنبر ماذا خطب؟ هل خطب عن العقائد وعن الجنة وعن النار وعن الغيبيات وعن أبدا؟ أول مرة وقف فيها على المنبر قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول خطاب منبري، أول خطاب نبوي للأمة، أول مرة يعتلي فيها منبر في المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا طريقنا يا سادة. الأخلاق نحن بحاجة إلى أن نستعيدها.